بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السكرول فيو، تلاحظوا لما كنا بنقاد باتن باتن باتنز باتن باتنز الباتنز كتير اتريت قوي، بقى اخر شايف باتن 8 ومش قادر اوصل لباتن 9، محتاج سكرول عشان اقدر ايه انافيجيت اتحرك في الصفحة. طبعا انا في سكرول عندي اللي هو الفيرتيكال، وفي عندي سكرول برضو لو الحاجة عريضة قوي اتحرك يمين وشمال. فبما ان انا فيرتيكال اروح على لي اوتس كونتينرز سوري، وهلاقي سكرول فيو خلاص، وفي هوريزونتال سكرول فيو، وفي نستد سكرول فيو عشان يشغل لك الاثنين وكده. طيب انا هعمل ايه؟ هقول له بص ادي اللينير لي اوت دي اللي عماله تعمل الكلام ده كله، انا رميت جواها ايه سكرول فيو صح كده، بس خد بالك من قفلته، هو رمى لك لينير جواها، تقول لا سيبك من اللينير اللي جواها دي، ادي السكرول فيو خدت منها ايه كات القفله بتاعتها، انا هحطها بره بره اللينير الاساسي، يبقى سكرول فيو واللينير بتاعتي كلها بكل محتوياتها وبعد كده كل محتوياتها، وبعد كده اقفل بسلاش سكرول فيو. اصبحت اللينير لي اوت بتاعتي بتاعت السيستم كله اللي كان فيها كل الباتنز وكل الشغل بتاعي جوه السكرول فيو، والسكرول فيو دوت انا مديله باتش بيرنت وماتش هايت ويدث، ما عندناش مشكله. فهعمل ايه؟ طبعا انا ممكن اديله بعض الخصائص، زي مثلا اديله اي دي لو انا عايز اتحكم فيه، اد بلس اي دي، وهقول له مثلا سكرول فيو مثلا وخلاص، او المين سكرول فيو او الفيرتيكال سكرول فيو زي ما انت عايز. اوكي تمام. الفيل فيو بورت، لا مش عايز الفيل فيو بورت، انا عايز ايه؟ انا عايز اوصل للخاصيه اللي بتعمل، طبعا انا في عندي الفيدنج الايدج عشان الهواء الجوانب سواء الهوريزونتال والفيرتيكال والكلام ده كله او نان. احنا طبعا الفيرتيكال بالنسبه لنا هو اللي يهمنا دلوقتي، الحركه الفيرتيكال عشان لما تزيد يطلع لي على الجنب اليمين. طبعا ممكن اخليه فيرتيكال، ممكن اخليه هوريزونتال، اخليه الاثنين خلاص، هي بس مش اكتر من خاصيه يعني. مش اكتر من خاصيه يعني. انا عملت ران، هندوس على باتنز عشان نكاري باتنز كتيره عشان نشوف اللي هيحصل ايه في السكرول، هيظهر ولا لا. ها 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 ها. تمام، كترت الباتنز، تلاحظوا ادي السكرول ظهر وبقيت اقدر اتحرك في الايه في الصفحه بحريتي خلاص، زي ما احنا شايفينه طالع ونزل كده. ده كده كان بالنسبه لنا ايه، مهما كتر بقى خلاص هو السكرول بيمانج الموضوع على حسب الايتم. فطبعا ببقى عامل سكرول لما اكون عارف ان الموضوع ممكن يكون طويل. طب عرفنا الفكره بتاعته كسكرول كفيرتيكال يعني، فالفيدنج ايدج طلع فيرتيكال. طيب لو احنا عايزين نعملها هوريزونتال يبقى اللينير لازم تكون هوريزونتال، يعني الزرار بتيجي جنب بعض جنب بعض جنب بعض، فيبقى عايز فيرتيكال يحركني كده صح ولا ايه؟ تمام، فعملتها ايه هوريزونتال الزرار ذات نفسه اختفى. بس ايه، تعال نعمل برضو السكرول فيو تبقى هوريزونتال، هيبان بس نخلي السكرول فيو دوت يبقى ايه هوريزونتال سكرول فيو. تمام، ادي السكرول فيو بقى هوريزونتال سكرول فيو، واتقفل على طول اوتوماتيك بهوريزونتال سكرول فيو. وتعالى نعمل ايه ري ران تاني عشان نشوف شكله. طبعا المفروض الباتنز هتبقى موجوده اهو، الباتن كانسل واللي جنبه ازق كده يتحرك. طب ادوس اجنريت كده، تمام السكرول باين من تحت بكده، انا بقى ايه بحركه يمين وشمال. بس طبعا يعني طبعا لو دوست على الكاري الزرار هو بيتحرك طبعا اوتوماتيك، بس انا مش حابب ان احنا نشتغل على الهوريزونتال ده، خلينا كفايه ايه في الفيرتيكال، بيبقى بالنسبه لنا اشهر يعني واكثر استخداما وشكله اريح يعني. بس حبيت اوريكم دوت عشان برضو يبقى إيه الفيديو فيه اللي هو الهوريزونتال وفيه الفيرتيكال، وبكده هو لما بنزود الباتنز الايه الفيرتيكال بتاعنا شغال. السلام عليكم ورحمه الله.